يحولون. اليوم الثاني من فبراير 2011 حملة التظاهر البريطاني الليبي للحرية وحقوق الإنسان تتظاهر أمام صفارة نظام معمر القذافي القاتل. نتظاهر اليوم ونرسل هذه الرسالة لموظفي صفارة نظام الإجرام نظام القذافي، ونقول لكم يا موظفي صفارة معمر القذافي أن الشعب الليبي سيثور، الشعب الليبي سينتفض لتحرير ليبيا. لن ننسى انتفاضة بنغازي ضد نظام القذافي، وسنستمر بالاعتصامات والمظاهرات لنوصل إليكم هذه الرسالة علكم تسمعون. دم الشعب الليبي مشرفين، دم الشعب الليبي مشرفين، سجناء مسلمين اللي قتلهم القذافي دمهم مشرفين. شباب بنغازي 17 فبراير 2006 دمهم مشرفين. شباب ليبي اللي تظاهر في لندن في عام 1984 دمهم مشرخين. النشطاء الليبيين اللي ابتلوا من القذافي ونظام القذافي في اوروبا وامريكا وبريطانيا دمهم مش رخيص. طلعوا زين بشبوات ما يتم. دمهم مش رخيص الليبيين، دمهم مش رخيص. حلت سفارتكم يا كلاب. وسياتي اليوم الذي ستحاسبون فيه. تذكروا هذا اليوم اننا نحن لن ننساكم كل من عمل لمساندة نظام القذافي سيحاسبوا. سنحاسبكم يوما ما، وعل هذا اليوم ان يكون قريب، عسى ان يكون هذا اليوم يوم قريب. النصر لتونس، النصر للشعب التونسي ضد الدكتاتور زين الخايبين، والنصر للشعب المصري ضد المجرم العميل حسني مبارك، والنصر ان شاء الله للشعب الليبي عن قريب. سينتصر الشعب الليبي عن قريب، وسيحاسب كل مجرم ائتمر في امر معمر القذافي القاتل المجرم المخرب، القاتل المجرم المخرب المستغل لثروه الشعب الليبي وطيبه الشعب الليبي. سياتي اليوم، سياتي اليوم وسيكون قريب عندما تتحرر ليبيا، عندما تتحرر ليبيا، وسيكون حسابكم يومئذ عسير، سيكون حسابكم يومئذ عسير. فاحذروا من ذلك اليوم لأنه سيكون قريب.